إذن سؤالي للسيد سمير أيوب في سان بطرسبرغ. سيد الكريم، أعرف سان بطرسبرغ وشرفت بزيارتها، وهي وجه من وجوه الفن والثقافة، وجه لامع وصبوح روسيا. كيف استقبلت ما حدث اليوم سيد سمير؟ أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين، وأهلا بكم دائما في مدينة سانت بطرسبورغ. يعني الحقيقة الاتفاق الذي حصل اليوم هو جاء بمثابة حالة من، يعني شكل مسألة وحالة من الفرح والسرور لدى المجتمع الروسي، وعكس ذلك تماما سقط كصدمة وككابوس على الدول الغربية وعلى وسائل الإعلام الغربية التي كانت تتمنى وترجو أن يكون هناك صدام وهناك صراع داخل روسيا من أجل إضعافها واحتوائها، لكن هذه النعمة الآن لم تحصل، وإنما حصل العكس. ما حصل اليوم يؤكد أن الرئيس بوتين ليس ضعيف، وإنما عكس ذلك تماما، هو رئيس قوي وحكيم، لذلك استطاع أن يمنع نزيف الدماء في روسيا وأن يمنع أن يكون هناك صدام داخل المجتمع الروسي، وهذا الوضع يقوي موقفه في. لكن يعني أستاذ سمير، حدوث الحالة من الأصل ألا يطرح أسئلة عن سيطرة الرئيس بوتين؟ لا أعتقد ذلك. يعني مجموعة فاغنر هي مجموعة خاصة تعمل خارج الأراضي الروسية، وصادف الآن أنها تشارك في العملية العسكرية وعلى جبهات القتال. يمكن أن يكون هناك سوء تفاهم حصل، يمكن أن يكون سوء تقدير من وزارة الدفاع الروسية بحق مقاتلي هذه المنظمة، وأيضا الانتصارات والإنجازات التي حققها بريغوجين يمكن أن تكون قد أصابته ما نسميه داء العظمة، يعني أراد أن يعكس ذلك بطموحات سياسية له، هذا لم يحصل عليها، وأيضا وزارة الدفاع الروسية كانت تتخوف من هذه المسألة، لذلك حصل ما حصل الآن. لكن هذا الاتفاق الذي حصل هو لا يضعف الرئيس بوتين ولا يضعف الجيش الروسي، وإنما عكس ذلك تماما. يعني هذا الاتفاق يخول وزارة الدفاع الروسية أن أعداد كبيرة من قوات فاغنر يمكن أن تتعاقد مع الجيش الروسي وتصبح عناصر وكأنها من الجيش الروسي أو تساوي عناصر الجيش الروسي، وهذا ما كانت ترغب به وزارة الدفاع الروسية. يعني إذن سيتم استيعاب العناصر التي تريد دخول المؤسسة العسكرية الرسمية الروسية. نعم بالتأكيد، هذا من أحد أهم البنود الاتفاقية، وخاصة أن الرئيس بوتين اليوم وقع مرسوم وأنه يجيز لكل من هو عليه حكم سابق أن يعني يتمكن من التعاقد مع وزارة الدفاع الروسية. زميلي المخرج الأستاذ أشرف طاهر يقول لي إنه الوقت انتهى، لكن أنا مصر أن تجيبني سيد سمير. سان بطرسبرغ بلد المتاحف والمسارح والمتنزهات إلى آخره، كيف استقبلت الساعات العصيبة، ساعات الزحف؟ نعم، وهي مدينة ومسقط الرئيس السيد فلاديمير بوتين وبريغوجين أيضا والسيد ميدفيديف، لذلك هذه المدينة هي مدينة صابرة، مدينة قوية وصامدة، واليوم كانت الأوضاع على أفضل ما يرام، وأنا شخصيا تجولت في هذه المدينة، ومساء اليوم هناك احتفالات بمناسبة نهاية العام الدراسي يشارك بها مئات الآلاف من سكان المدينة وهم يسهرون حتى الصباح. نعم. بغض النظر عن هذا الاتفاق إن كان حصل أو لم يحصل، لذلك الأجواء طبيعية، الأجواء احتفالية، وكل شيء على ما يرام، وزان هذا الاحتفال كما قلت الاتفاق الذي حصل، إذ أنه يعني حقن الدماء وأعطى قوة ودفعة إلى روسيا وإلى المجتمع الروسي والجيش الروسي. شرفنا بك سيد سمير أيوب، الكاتب المتخصص بالشأن الروسي، الذي كان معنا من مدينة الفن والجمال سان بطرسبرغ.